وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد صلاح السبكي الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. دكتور صلاح، بعد التحية، يعني توجيهات رئاسية وبالفعل اجتمعت الحكومة واتخذت عدد من القرارات للوصول إلى حل لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء. بداية، كيف ترى هذه الجهود؟ هي جهود مذكورة وإن شاء الله تحل الأزمة بصفة عاجلة، إنما برضو بتدل على إن شاء الله قطاع الطاقة في مصر يبقي على حجم احتياطي من الوقود الأحفوري متضمنا للغاز الطبيعي بشكل مستمر حتى لا نتعرض لأزمة مشابهة في المراحل القادمة في الفترات. نعم، طيب، بالحديث عن الوقود الأحفوري الذي أشرت إليه دكتور صلاح، البعض أو الكثير الآن يعي أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة، وحضرتك أستاذ في هذا المجال. كيف يمكن البناء على الطاقة الجديدة والمتجددة في حل هذه الأزمة؟ وبالفعل رئيس الوزراء أعلن عن قرب انتهائها خلال أسابيع، ولكن الحديث الآن عن الطاقة الجديدة والمتجددة، البعض يسأل عن الألواح الشمسية على سبيل المثال. خطة الدولة في الطاقات الجديدة والمتجددة هي خطة متسارعة، كنا في الفترة السابقة بنقول هنصل إلى 42% من خليط الطاقة الكهربية من الطاقات المتجددة عام 2040. النهاردة بنتكلم على الخطة الموضوعة إن الوصول لهذه النسبة اللي هي 42% من خليط الطاقة الكهربية عام 2030، والدولة فعلاً متمثلة في قطاع الكهرباء توقعت عدد من العقود لبناء محطات طاقات متجددة كبيرة الحجم على مدى الأعوام القليلة القادمة حتى يمكن أن يتحقق هذا بحلول عام 2030. ولا نغفل أيضا دور المشاريع صغيرة الحجم والمتوسطة الحجم في المساهمة في زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة من الألواح الشمسية خاصة في الفترة القادمة. الألواح الشمسية دي بتكون على مستوى المنازل والمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكن الإسراع في تركيبها، لا تستغرق فترات زمنية أكثر من أسبوعين لفترة حتى 4 أسابيع، فهي حتساهم بشكل جزئي أيضا في وصولنا للنسبة المرجوة اللي هي 42% بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكرك جدا الدكتور محمد صلاح السبكي الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.